اما بما حدث ب بمانشستر طبعا احنا بنعزي كل اهالي الضحايا وهذا طبعا ثقافه الموت مثل ما قلت سابقا الرب قال اختر الحياه قد جعلت قدامك الموت والحياه البركه واللعنه فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك في ناس بتختار الحياه لكن للاسف في ناس بتختار الموت وفي ناس بتختار اللعنه ما بتعرفش تعيش الا بثقافه الموت بالقتل وبالدمار وبالهلاك وهذا ال الشيء اللي بيفهمه وهي صفه الشيطان مثل ما بنعرف الشيطان عنيف الشيطان قتال الشيطان سارق وحرامي وجاء ليهلك انفس الناس ما بحبش الحياه ما بحبش الناس يشوف الناس مبسوطه في حياتها لا لازم يعكر مزاج الناس لازم دائما يقوم في دور الخراب والناس اللي بتعمل هذا الشيء بحاولوا ياخذوا دور الله كانه الله هو خادم عندهم او رسول عندهم بيشغلوه بحسب ارادتهم ولا يعلمون انه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي انا بصلي من الناس اللي بتقوم بالتفجرات في اسم الدين انه الرب يفتح عينيها وترجع الى معرفه خلاص آه المسيح